السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي لي روسيت فاسيل دو عسله. اليوم جبت لكم وصفه سهله مهله، هو البريوش بطريقه مبسطه، ماشي لا فري بريوش اللي تندير لها الزبده والبيض بزاف وكاع. مي ان شاء الله نديرها لكم هذيك لا فري بريوش، نديرها لكم ان شاء الله تخرج فريمون خفيفه بزاف. وهذه تاني اون روسيت سهله بصح تخرج تاني روعه روعه. واش نسحقوا في العجينه ديالنا؟ عندنا السوائل، عندنا زوج كيسان حليب دافي، عندنا كاس ماشي معمر تاع الزيت ناقص قريب زوج صباع، وعندنا خمس مغارف تاع سكر، عندنا زوج حبات بيض، عندنا لوزاز تاع القارص، ومغرف كبيره تاع مارغارين، وعندنا مغرف كبيره تاع خل، عندنا تاني الخميره مغرف كبيره ونص تاع خميره تاع العجينه، ولافاني بيان سور، والزبيب وشوكولاته طلي وهذيك، ومن بعد نسحقوها. وعندنا لا فارين، وبعدا نشوفوا شحال نسحقوا الكميه. دوكا نجوزو لطريقه التحضير. دوكا نجيبوا الجبنه، جبنا ريسيبيون، ونجيبوا لو فوي نسحقوه، ونجيبوا هذه لا سباتول باش نلمدوا بها العجينه، ونزيدوا مغرف تاع العود. واش نديروا؟ الحاجه الاولى هي بسم الله، نبداو على بركه الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نديرو زوج حال كيسان تاع الحليب، نديرو السكر، فوالا نديرو برسك كامل لي زانغيديون على ضربة، نديرو لافاني، نديرو زوج حبات تاع البيض، فوالا نديرو كامل لي زانغيديون مع بعضاهم. نخلطوا شوية. شوفوا هنايا بعد ما خلطنا كامل لي زانغريديون هادو مع بعضاهم، نزيدوا الزيت، فوالا نزيدوا نخلطوا شوية هكذايا، نزيدوا لو زيست تاع القارص، البريوش يحب بزاف لو زاز دو سيترون بيان سور مع لافاني، باش لافاني هي اللي تعطي له هذيك تزيد تبينو بيان. فوالا ونزيدو المغرف تاع الخل، الخل راح يعطيه خفه اكثر للبريوش. دوك الخل راح نستعملوه في قريب كامل المعجنات. دوكا هنايا بعد ما خلطنا كامل لي زانغريديون، باش نهضر لكم برك على السكر. السكر اللي حاب تزيد شويه الحلاوه تزيديها مغرف مغرف ونص با بلوس، على خاطر السكر الا زدتوه فوق حقه راح يبس لكم العجينه وما تجيكمش مليحه، راح يتقلها صافي. السكر كونوا مع ما عليه غير بالعقل، روحوا معاه غير بالعقل. دوكا نبداو نديرو في لافاري. راني درت الكاس الاولاني بيان سور، ماشي ما يكفيش، ما قلتلكمش مع الاول المقدار باسكو كل فرينه شحال كيفاش تشرب، كاين اللي ما تشربش كاين اللي تشرب. انا زوج كيسان درناهم ونخلطو. دوك مع الاخر نقول لكم شحال كلاتني من كاس تاع فرينه. بون هنايا بعد ما لمت العجينه راني درت 6 كيسان، يبقى واحد، مازالت العجينه طريه بزاف، نديرو نص ونشوفو باسكو لازم تكون عندي العجينه طريه هكذايا. والمارغرين نزيدوها دوكا. على زدت المارغرين راح تزيد لنا بنه للعجينه وتزيد لها تاني خفه وتجي هايله. دوكا ندخلو كامل هاد الفرينه والمارغرين ومن بعد نرجع لكم. هنا راني شربت لها كامل هذيك المارغرين ونص كاس تاع الفرينه، نورمالمون سي بون. دوك نخدموها برك شويه هكذا باش ندخلوا لها شويه الهواء، ونفعلوا ثاني الخميره. الخميره هذه خلي العجينه قد ما نخدموها الخميره تزيد في الفعاليه ديالها هكذايا، غير شويه ماشي بزاف باش ما تتسقم شويه. هكذا نديروا لها هكذا، واقيلا نزيد لها شويه فرينه، ها كي خدمتها زادت طرقت روحها شويه، نزيد لها شويه فرينه ونشوف.
rien, dis نشرب لها هذيك شويه. نورمالمون سي بون. فوالا انا لمدنا العجينه. شوفوا العجينه لك لازم تكون طريه. شوف قد ما تكون طريه قد ما البريوش يجي خفيف. دوكا واش نديرو؟ نلمدوها ونخلوها تخمر. فوالا هكذايا دوك نغطيها بسيلوفان خليها تخمر حتى يتضاعف مليح الحجم ديالها ونعاود نرجع نعاودو نخدموها شويه. فوالا شوفوا كيفاش راني غطيتو. دوكا حنا راح نقول لكم على واحد الحاجه. هنا راح ندير لكم زوج انواع تاع البريوش، بريوش فوغي بالشوكولا وبريوش فاسون بان سويس. فوالا واش نديرو؟ انا كنت حضرت ديجا كريم باتيسيير ساهلة مهلة، ما فيها حتى تكنيك ولا. عندكم كاس كبير تاع حليب لي يرفد 300 مليلتر الكمية ديالو. نديرو فيه حبة بيض، نديرو مغرف ونص تاع فارينة، نديرو زوج مغارف تاع سكر ولافاني ونضربوهم مليح بالفوي نتحصلوا على هاد المزيج هدايا. واش ندير دوكا؟ نديرو فوق الكسرونه على نار متوسطه ونحرك حتى تولي كريم، من بعد نديرها في طبسي خليها تبرد، من بعد نضربها بالباتور. هذه هي. شوفوا هنا بعد ما راهي خمرت شويه واش ندير؟ نحو لا سيلوفان بيان سور. نحو السيلوفان اي خمرت شويه واش نديرو؟ اون دي غاز بيان سور، نخرجو لها كامل هاد البلازات. هادايا ونخدموها هكا شويه. العجينه تاع البريوش صدقوني قد ما تخدموها قد ما البريوش يجي خفيف. مع الاول تكون تتلاصق، بعد اون فوا تبداو تعجنوا فيها تولي ايلاستيك. شوف تولي ما تلصقش في اليد. هاي قد ما تخدموا قد ما راكو ندخلو لها في الهواء، بعد كي يطيب خفيف ريشه ومام يقعد الغدوه من داك ما يصرى له والو. فوالا هادي هي. دوك نعاودو نسقمو العجينه ونزيدو نغطوها ونزيدو نخلوها تخمر اون دوزيام فوا. دوك لا دوزيام فوا تخمر بالخف. فوالا تخدموها تسقموها مليح بلا سباتول كيما درنا لا بروميير فوا. هكذايا هكذايا نعاودو نغطوها بالسيلوفان ونحطوها في بلاصة دافية. نغطوها بيان سور بسربيتا ونحطوها في بلاصة دافية. فوالا دوك تخمر ونعاود نرجع. بعد ما خمرت العجينة فوالا شوفوا شحال ضاعف الحجم ديالها. فوالا دوك واش نديرو؟ نرشو الفرينة في لو بلان دو ترافاي تاعنا. هكدا ونحطو العجينة بلا سباتول ولا بيوت كوم ولا. نخلوش العجينة في الطبسي الريسيبيون تاعنا. هادي هي. دوكا نرشو شوية فرينة من الفوق باش ما تلصقناش في يدينا. هكدا كيما قلت لكم نديرو راح ندير دو موديل تاع لابريوش. هادي نحطها هنايا وهادي هي. دوك نحلها كامل ونديرو دي بتي با. باردون هنايا ماشي نحلوها، سي الدوزيام موديل هو اللي نحلوه. دوكا نقسمو هكذايا باش نديرو دي بتي با. نديرو خبيزات هكا صغيورين. فوالا
ماذا بكم تستعملوا الميزان باش يخرجوكم كامل الخبزات كيف كيف. دوك نديرهم كامل الخبزات هكذايا هكذا ونبوليوهم. الا شفتوا وحده كبيره ولا نقصوا وزيدوا وحده وحده اخرى. هذه هي فوالا هكذايا خدموها شويه برك ونبوليوهم هكذا. دوكا واش نديرو؟ شويه فرينه الخبيزات هادوك نحلوهم هكذايا غير بيدك برك باسكو العجينه راهي طريه هايله. والشوكولا تارتيني اللي كنا وجدناها في لاكوش نديروها هكذايا هنا ونغلقوا عليها هكذايا. نغلقوا مليح بانسي ومليح العجينه باش ما تدخلش الشوكولا من تحت هكذا. نقلبوها راني كنت وجدت سنيوه درت فيها الباكي نبدوها هكذا ونحطوها فوالا. دوك نكمل كامل الكميه هذه ونديروا لهم شويه بيض ونديروهم في الفور. الفور بيان سور راني شعلتو وراه سخون لازم يكون فريمون سخون. كاينه حاجه ثاني لازم يخمروا نزيدو نخلوهم يخمروا واحد 10 15 مينوت ونديروا لهم البيض ونديروهم في الفور. لا كريم اللي كنا وجدناها كما قلت لكم ديروها في طوبسي نغطوها بالبابي باللو فيلم اليمونتير نغطوها او كونتاكت لازم يلصق باش ما ديرناش هذيك لا كروت. راني درتها ديجا في الفيديو تاعي. نحو دوكا السيلوفان واش نديرو لها دوكا نديروها في دون ان ريسيبيون دون ان بول ونضربوها بالباتور هاكدايا. بعد ما دربتها بالباتور فوالا شوفي لا كريم اللي تحصلوا عليها. هذه الدوزيام موديل تاع لا بريوش. دوك نجيبوا لا بات ونكملوا الموديل هذا كيما راكم تشوفوا. نديروا كيما لا بروميير فوا نديروا الفرينه ونديروا نحطوا العجينه تاعنا هنا حلوها شويه بيدينا هكذا بيان سور نصوكودغ شويه بالفرينه هنايا ونحلوها شويه بالحلال. لازم نحلوها مربع ولا مستطيل لا فورم تاع كاري ونفيريفيو من تحت الى هي لاصقه ولا لا. لا بيان سور هاد الموديل شغل بان سويس. بان سويس يجيب لي بيبي دو شوكولا. انا راح نديرهم بالزبيب حاجه صحيه. الزبيب هذا الكحل فريمون عنده فوائد كبار بارابور للزبيب الصفر تفاصون ميم سمتو غاليه على الصفر هكذايا. ديروا ان ريكتونغ ونديروا لا كريم باتيسيير دونك نجيب اون سباتول وباش نيتالي هاد لا كريم كيما قلت لكم نيتاليو كامل لا كريم تاعنا هكذايا كامل نيتاليوها كامل على العجينه ما نخلوش الفيد. هذه هي دونك نديرها كامل ونرجع بعد ما انا ايتالي كامل لا كريم. دونك نديرو الزبيب واللي تحب دير لي بيبي دو شوكولا دير هلا ديرهم كامل هكذا ومن بعد نبداو نلويو في لاباط. الزبيب ماذا بيكم شمخوه شويه في المدافي باش يولي باش يجي طري
Voilà. دوك ما بقالنا غير اللو هكايا هكذايا، هادي راح تعاونكم بزاف. فوالا كيما راكم تشوفوا كسلو مليح هاد العجينه منها باش ما تجيش خشينه هكذايا، ونقلبوها هكذا ونجيبو موس ماضي ونقطعو هكذا ونديروهم هكذا في السنيوه. فوالا نقطعو هكذايا، ماذا بيكم الموس يكون شويه ماضي ونحطوها هكذا في السنيوه هكذا. بيان سور نخلو لي تساع بيناتهم، بعد كي طيب وحدها تتسقم هكذايا ونحطوها كيما تشوفوا هكذا. دونك نكمل كامل الكميه ونخليها تخمر كيما لي بتي بان الاخرين، وندير لهم البيض تاني. هنا راني وجدت حبه تاع البيض، درت فيها شويه لافاني، ربع مغرفه تاع لافاني، شويه حليب، واحد المغرف تاع الماكله. ضربي مليح البيض ديالك، تقدروا ميم تدهنوا بالحليب وحده، هو ماشي شرط البيض، صح البيض يعطينا من بعد دور ثاني هكذا. وندهنوهم بعد ما خمروا غير بالعقل، ما تكونوش ما تزربوش في الدهن باسكو تقدري تفشي الخميرة هكذايا. دوك الفول ديالي راه سخن مليح مليح ويكون في اعلى درجة تاعو، باسكو لا بغيوش ما تاخدش وقت في الطياب، 15 مينوت ماكسيموم هكذايا. دوك ندهنو كامل الخبيزات ديالنا ونحطوهم في الفرن. كيما راكم تشوفوا لا بروميير فورني راهي خرجت، راهو سخون يشهي شويه ديك لا كولور كيفاش جات، جات الله الله. ماذا بيكم تحطوه فوق ان غرياج باش ما يعرقش من تحت ويتشمخ، ولا تفرشوا سربيتا تكون غبيه وديروا فوقها لي بريوش تاعكم. انا عندي هاد الغرياج نستعملو فوالا باش نخليهم يبردوا شويه. دوك نديرو لا دوزيام فورني اللي هي لي بان سويس. دوك بعد ما تفاولنا شويه لي بتي بان تاعنا، شوفوا كيفاش جاو، شوف شوف جاو خفاف، ما تقدروش تتصوروا شحال جاو خفاف. شوفي دوك انا واش راح ندير لهم، و لي بان سويس ان طابو راني درتهم يبردوا. واش نديرو؟ نجيبو شويه لا جولي، لا ناباج لي يتباع برا، وانايا عندي لا جولي تاع الصفر جل لي كنت خدمتها من العام لي فات ومازالت هي هي ما بوجاتش. نديرو هكذايا من الفوق هكذا كيما قلتلكم، ندهنو بشويه لا جولي ونديرو شويه الإفيلي من الفوق هكذايا. نديروهم كامل باش نديكوريو ويجو فريمون بريزونطابل، كي تشوفيهم العين تاكل قبل من الكريشة. هادي هي من بعد اون فا سو بودري شويه سكر كلاص، غير شويه رشه برك فوالا. دوك هادو تاني نزيدو نديرو لهم لا جولي من الفوق بور لور دوني اون بريونس. لا جولي تزيد النص في الكاطو تمدلك هاديك لا بريونس.
Voilà. Voilà, بعد ما كملنا لا فينوازري تاعنا لي بريوش هادو لي بان لي بان سويس وهادو لي بريوش او شوكولا هاوليك الديكور اللي درناه فريمون جاو شابين جاو خفاف بزاف بزاف شوفوا دوك نحل لكم حبه وتشوفوها كيفاش جات لداخل فوالا شوفوا كيفاش جات دوك الشوكولا نتوما ولا كونتيتي اللي ديروها شوف كيف جا خفيف فريمون جا هايل هايل خفيف كي القطن اون ديغي ان نياج دوك نزيد نحل لكم وحده تاع بان سويس فوالا دوك نحلها قدامكم وتشوفوا كيفاش جا شوف جا مانيفيك روعه روعه وجا خفيف فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه جربوها فريمون على بالي راح تستمتعوا بها نتوما وليداتكم ميم في ميم من ضيافكم واش نقول لكم بارطاجيو سيل فو بلي بارطاجيو هاد لا فيديو الى عجبتكم ما تنساوش تفعلوا الجرس لا بتيت كلوش وتفعلوا وديروا ان جيم ان كومونتير وان شاء الله نوعدكم دي بروشان فيديو يكونوا بنان 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 والسلام عليكم.